الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في انطلاقة أسبوع الصغار هنا في اندفاعة هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة والثالث عشر من شهر يناير لعام 2017 للميلاد، بانطلاقة أشواط سن اللقاية والتي خصص لها 18 شوطا توزعت ما بين الأبكار والجعدان، المحليات والمهجنات الأصايل. انطلاقاتنا دائما تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبمتابعة واهتمام كبير من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. هكذا تواصلنا يستمر، هكذا انطلاقنا يأتي هنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام عبر الهواء مباشرة وعبر قناة ياسر الرياضية. مرحبا بجميع الحاضرين والمتابعين في عاصمة الميادين، كما نرحب بجميع المشاهدين هنا من خلف الشاشات لقناة ياسر الرياضية. تعلن أول الانطلاقات، أول انطلاقات هذا الصباح، الشوط الخاص بالأبكار اللقاية المحليات الأصايل، كما أيضا المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة ألا وهي 5 كيلومترات. مباشرة نسير، مباشرة ننطلق مع هذه الشعارات القوية والعملاقة، نسير مع المركز الأول، ننطلق مع مقدمة هذا الشوط. يا سلام اللي في المركز الأول في الصدارة الأولى، تأتي شرف لخميس بن محمد بن كراز المهيري، يقودها الجنرال هنا، يقدم هذه الانطلاقة الأولى مع المركز الأول رقم 40 اللي في المركز الأول يا كنترول، 40 حاملة الرقم 40، بينما اللي في المركز الثاني الوصول هنا والدخول أيضا القادمة وعد، نايف بن محمد بن خميس البادي وصل شعار البادي، أحد الرجال أيضا المحافظين على هذه الرياضة العربية الأصيلة والمتواجدين دائما في المزادات أيضا بالشراء للنوعيات الفاخرة والقادمين للمنافسة في عالم الأصالة. نايف بن محمد بن خميس البادي يقدم وعد، والوعد كالرعد يا البادي. هنا أيضا تغيير جرى وطرى على المركز الثاني، الوصول من شواهين سعيد بن راشد بن سعد آل نابت المري، والمركز الثالث الوصول فزعة، وصلت فزة في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء، أو كيان لمحمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي وصل هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، يقدم هذه الانطلاقة، يقدم هذا الأداء الكبير والتحدي المثير. نقلتنا مباشرة هنا إلى القادم، شعار المغامر وصل، يقدم الغزيل ناصر بن أني بن حمود الهاشمي صاحب نقطة ذهبية في يوم الأمس في شوط أيضا الحولي والزمول في الفترة الصباحية في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان الذي أقيم في نسخته السادسة في إمارة أم القيوين في أيضا ميدان الشعب ميدان اللبسة. هنا وصل رجل المفاجآت، تدخل في هذه اللحظات واحدة من مفاجآت هذا اليوم، يأتي مع ضجة مبارك بن محمد بن نصرة العامري يصل في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، ياخذ المركز الخامس، المركز السادس الوصول، الدخول هنا من اللي هي قادم حدث محمد بن راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري، يقدم حدث في يوم الأحداث هنا، ولكن تحدياتنا ودخول مياسة سالم بن خليفة بن شطير العويسي، وهنا أيضا الضبي طارق بن أحمد بن خليفة آل شاهين السليطي وصل في هذه اللحظات، وعد عادت مرة أخرى القادمة هنا مأرب لسليمان بن سلامة بن سليمان بن رويشد الجهني أيضا وعد قادمة، وعد منطلقة عادت مرة أخرى، نايف بن محمد الخميس البادي هذا هو
والإدانة الأول. هذه هي انطلاقتنا الأولى مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، لنا عودة إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. روح يا أبو نادي الروح، روح مع الصدارة الأولى، مع المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. يا سلام، هنا يأتي الهواري بحالة الطقس اتجاه الرياح غربية بالفعل، ولكن هنا الجنرال يقدم أيضا هنا بالمرتبة الأولى، يقدم شرف خميس بن محمد بن كراز المهيري. بينما سرعة الرياح 15 كيلو متر في الساعة ودرجة الحرارة 20 درجة مئوية والطقس صافي بالفعل، ولكن شرف هنا مستمتع في هذا الجو، تسير بقيادة الجنرال أحمد بن محمد بن كراز المهيري من يقدمها في هذا الأداء الكبير. المركز الثاني شواهين لسعد بن راشد بن سعد النابت المري. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات كيان محمد بن ناصر بالعوضي المنالي، وصل يقدم كيان. المركز الرابع الوصول الدخول ايضا من اللي هي الغزيل ناصر بن وني بن حمود الهاشمي عزيز بن سعيد بن سلطان اليحافي يقدم هذه الانطلاقه. الضجه المبارك بن محمد بن نصر العامري ياتي، ولكن وعد وصلت، عادت مره أخرى وعد نايف بن محمد بن خميس البادي، وصل البادي ودخول آخر، تحدي مثير، انطلاق ولا أروع. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام أرى أيضا تدخلات من هذا الشعار. وصل أيضا محمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي، يأتي شعار راعي حير يتدخل هنا، شعار راعي ديباج. هنا ينطلق مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا الأداء الجميل. أيضا يتواجد على المركز الثالث، لنا عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط. ولكن هزر علي بن خليفة بن سعيد بن عنتر الأغفلي وصل في هذه اللحظات، تدخل من المناطق الخلفية، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة. الجنرال بسرعة 50 كيلو متر في الساعة، زادت السرعة يا الجنرال 52 كيلو متر في الساعة. شرف 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 خميس بن محمد بن كراز المهيري. هذه هي شرف مشاهدين العودة. جولة الأوامر النهائية، جولة الانطلاقات الكبيرة. هنا مسافتنا الله 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 الله، تحركت شرف. هنا انطلق الجنرال مع شرف، هناك أيضا خميس بن محمد بن كراز المهيري، تهانينا أيضا لساري بن محمد بن كراز المهيري على هذا الفوز والانتصار. تهانينا للجنرال أحمد بن محمد بن كراز المهيري. أول الأشواط ينطلق هنا مشاهدينا الأعزاء مع شرف، لحظات الوصول خميس بن محمد بن كراز المهيري هو من يدشن أول أشواط اللقاية. تهانينا والناموس ولحظات الوصول. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء القادمة هنا شواهين سعد بن راشد بن سعد النابت المري. المركز الثالث وصول الظبي لطارق بن احمد الخليفي الصليت. المركز الرابع ايضا شاينيه لمحمد بن سيف السهيل بن كلثم الخيالي. المركز الخامس ايضا هزر علي بن خليفه بن سعيد بن عنتر الاغفلي. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، شرف تاتي في مرتبه الشرف لتهدي خميس بن محمد بن كراز المهيري. دقائق 30 أربع أجزاء من الثانية. سلامي عليك يا الجنرال على هذا الأداء الكبير، التحدي المثير. تهانينا أيضا لساري بن محمد بن كراز على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني قدمت عرض رائع وجميل بسبع دقائق 34 ثانية، ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شواهين سعد بن راشد بن سعد الناري. المركز الثالث كان دخولها جميل ورائع ومز، هي من وصلت الشاهينية. هنا اللي وصلت المركز الثالث الهواري. المركز الثالث وصول من اللي هي الشاهينية عامر بن مبخوت بن عيضة العامري اللي ما يبناري أبدا. سبع دقائق 36 ثانية، ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.